البحرين. البحرين يعتمدون من الناحية الهجومية على المفاجأة، يعني أقل تمرير ووصول للمرمى كور طويلة فقط لا أكثر، عكس الفريق العماني اللي فيه تحضير للهجمة وفي منطقة مناورات وفي إبداع في الناحية الهجومية. طيب. اثنين، ثانيا أعتقد أن العمان فارق فني تكتيكيا وفنيا أفضل من البحرين، لا يتشابهون في الأدوار الدفاعية. أحمد كانو يكون ساتر أمام مدافعين، عبد الوهاب علي يكون ساتر أمام مدافعين البحرين، لكن عندهم سعد سهيل وعلي بوسعيدي ظاهرين جنب يساعدون فعلا في الهجومية على البحرينيين. طيب. ففي أهداف حق بالنسبة حق يعني الأقرب في التسجيل عمان طبعا، وهم بيقولون بعدهم. بعد النشيد الوطني البحريني والعماني يطلع لنا أحمد الطيب ويعلق أحداث هذه المباراة على الكاس واحد، وخليل البلوشي يعلق على الكاس اثنين. Yeah.